في مثل كده عندنا بيقول من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انما النهارده معانا سيده تركيه من بره هلا هلا ومن جوه برضو كمان هلا هلا. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد على قناتنا عالم كوكيز. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن سيده تركيه. زي ما انتم شايفين، اذا كان خروجها بره وقعدتها كده معاها الورد تقعد على البحر وتخلي مزاجها كده جميل، او تخرج تقعد في جنينه شويه بتخلي حياتها كده حلوة وترفه عن نفسها. بس تعالوا نشوف كمان إذا كانت برة بتخلي أعصابها هادية بالشكل ده، إذا كانت شقتها كمان برضو مريحة للأعصاب وبخلية كل الجو اللي عندها حلو كده وجميل زي قعدتها الرايقة دي ولا لأ. جولة النهاردة في شقة تركية بجد جميلة جدا، هتريح أعصابكم كتير وهتحسوا ان انتوا عايزين تقوموا كده تخلوا كل حاجة عندكم الوان وكل حاجة عندكم تبقى رايقة وتخلوا مزاجكم رايق كده زيها. تعالوا نشوف النهاردة الشقة بتاعتنا عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين اول حاجة ده كده البلكونة بتاعتها. بصوا هي عاملة الاول الديكورات، بدأت استقبالها بقى للسنة الجديدة، حطت الشجرة بتاعت الكريسماس وبدأت ان هي تحط بقى الزينة بتاعتها. بس هتلاحظوا ان الالوان عندها كلها الوان ابيض، مدخله فيها اللون الروز او اللون البينك، فطبعا ده بيدي كده الالوان اللي هي الحلوه اللي هي الالوان الفواتح اللي بتغير من المود. كمان الالوان عموما هنلاقي عندها الكوشن زي ما انتم شايفين كده في البلكونه كلها الوان. طبعا دي من الحاجات المبهجه جدا، التداخل بتاع الالوان ده مش الالوان الغوامق، بيدي كده راحه نفسيه بالذات كمان لو في البلكونه زي ما انتم شايفين وقت الفطار كده تبقى الدنيا تمام قوي طبعا ورايقه جدا. هنا كمان برضو تعالوا نشوف المطبخ بتاعها باللون الابيض، وعندها هنا الترابيزه بتاعتها بتاعه الاكل طبعا على البلكونه وتشوف منظر حلو جنبها. وكمان هنشوف المفارش اللي هي حطاها تحت الاطباق بتاعه التقديم دي، هنشوف كل الحاجات دي هي بتعملها على فكره بايديها. هنشوف كمان الترتيبات مختلفه جدا لتقديماتها للمشروبات او للاكلات بتاعتها. هنشوف كمان برضو معظم الفيديو عندنا هنلاقي ان هي في كل كورنر عندها او في كل مكان عندها عامله له جو خاص كده، عامله له جو لوحده. يعني مثلا هنلاقي كل حاجه موجود فيها اضاءات البيبي لايت الصغيره، زي مثلا هنا بصوا الكورنر بتاع القهوه بتاعها، وزي ما قلت لكم المفارش اللي هي حطاها والحاجات دي هي بتعملها بايديها، ما بتكلفش اي حاجه لنفسها، بتجيب وهي بتخيط وبتعمل كل الافكار اللي هي عايزاها بايديها من اقل التكاليف. ده كده المطبخ بتاعها، وهنشوف فيه جولات كتير جدا لتقديمات اكل كتيره برضو في الفيديو. تعالوا نشوف بس الاول باقي الشقه عندها. هنا ده الانتريه، يمكن دي الغرفه الوحيده اللي عندها في الشقه فيها اللون الاسود، بس زي ما انتم شايفين كلها متناسقه مع بعضها. يعني حتى التابلوهات اللي هي حطاها على الحيطه دي مش شبابيك، دي تابلو كده مرايه وعامله زي واحد برضو على شكل باب. عجبني الديكور، لذيذ ان هي فكره مرايه على شكل شباكين كده وباب، فعامل ديكور حلو. وهنلاحظ كمان ان في كل الكورنرز اللي هي حاطاها زي ما قلت لكم، حاطه الاضاءه وحاطه كمان لو حاطه صينيه كده فيها القهوه بتاعتها والمشروب او الحلويات الصغيره الكيكات والكده مع المشروب، علشان تبين لكم اهتمامها بالتقديمات بتاعه الضيوف كمان، وبنفس الوقت بتفرجنا على الشقه بتاعتها او البيت بتاعها. هنا هي عندها دفايتين، الدفايه الاولانيه اللي احنا شفناها دي دفايه صناعي اللي هي قلت لكم اللي هي بالكهرباء، لكن عندها هنا الدفايه الثانيه دي بالفحم، الدفايه الطبيعيه عادي. وكمان هنا بتستغل بقى الفحم ساعتها وتحط عليه الشيش طاووق ومع العيش، يعني بصوا اتنين في واحد، ندفي وعامله منظر حلو في نفس الوقت بتاكل. دي كده السندوتشات اللي هي كانت عاملاها. تعالوا كمان نشوف الجوله في غرفه ثانيه عندها، وهنا غرفه اندري ثانيه زي ما شفنا كده الاولانيه اللي هي باللون الاسود. يمكن دي زي ما قلت لكم الغرفه الوحيده الغامقه في الشقه بس ليها ستايل خاص بيها. دي الغرفه الثانيه هنا باللون البينك واللون الابيض، برضو حلوه وجميله جدا، وزي ما قلت لكم الاضاءات موجوده في كل مكان. ده كده الريسبشن بتاع المدخل بتاع البيت بتاعها واللي هو جنبيه السلم بتاع الدور الثاني. ده هنا الكورنر ده زي ما انتم شايفين عامله فيه براويز كده صغيره على الحيطه، وهنشوف كمان ان هي هتغير فيه بعد كده وهتعمل فيه ديكور تاني برضو. فده برضو ده هنا كده المفروض ان هي ده مدخل البيت او باب الشقه عندها من الاتجاه ده. هنا كمان برضو دي غرفه السفره برضو باللون البينك واللون الابيض، برضو الوان الفواتح كده عامله جو مبهج كده. كمان زي ما قلت لكم هي بتستعرض الشقه بتاعتها مع التقديمات للانواع المختلفه للاكل والمشروبات. ده كده فطار كده خفيف الصبح.
هنا عندها الغرفة دي حاطة فيها كمان الانتريه التالت بتاعها عندها في الشقة هنا باللون برضو الكافيه كده، او اللون الاوف وايت مع اللون النبيتي، برضو من الالوان الحلوة وكلها متناسقة كده مع بعضها، عاطية جو حلو. تعالوا زي ما قلت لكم هي بتعمل تقديمات بايديها للحاجات اللي بتحطها، المفارش والحاجات اللي بتحطها وقت التقديم. زي هنا هي جابت القماش بتاع الخيش وبدأت ان هي تقصه بطبق كده على شكل دايرة، والحاجات بقى اللي هي بنقول عليها دي اسمها ايه، قشر السمك تقريبا، جايبة منها الوان مختلفة، وبتبتدي تعمل بقى كل كوستر من ده كده بلون علشان تقدمه ساعة المشروبات. هنا كمان برضو من الحاجات الحلوة اللي هي حطاها، جابت عندها هنا فرع من البيبي لايت وحطيته جوه الفازة بتاعتها، وحطت كمان شوية من كان معاها قش كده تقريبا قش، حطيته كمان مع الفازة وحطت فيها الورد. دي برضو حاجة حلوة وجميلة جدا برضو ساعة الديكور او التقديم. كمان هنا عندها برضو كورنر كده في المطبخ، حبت ان هي تحط فيه ديكورات، ما تحطش اي حاجات بقى كركبة وحاجات كتير، عملت الكورنر ده بالحاجات الاخضر او الحاجات اللي هي طبعا كل ده صناعي طبعا مش زرع طبيعي، فعملت الكورنر ده باللون الاخضر، وحطت كمان برضو معاه الاضاءة قلت لكم هتكون موجودة في كل حاجة عندها. هنا زي ما قلت لكم دي الدفاية التانية اللي هي الصناعي في اوضة بقى الليفنج والتلفزيون وكده، وهنا برضو حاطة شجرة كده كريسماس تانية صغيرة، وهنا برضو مرجحة تانية حطها جنبها غير المرجحة اللي احنا شفناها في البلكونة. وهنا برضو التقديمات بتاعت المشروبات بتاعتها واستعراضها لتقديماتها لضيوفها، وكمان مستعرضها لشقتها، حتى برضو ديكورات هنا زي ما انتم شايفين كده على الدفاية من فرع النور، وكمان ديكورات للسنة الجديدة. هنا برضو عندها حبة تعمل فكرة كده لذيذة بالاطباق البلاستيك عندها بتاعت البوب كورن، جابت عندها هنا غطيين من البلاستيك بتوع مثلا اي برطمان عندك او اي حاجة، وعملتهم كلهم بالسبراي وقلبت الطبقين على بعض كده، عملتهم فازة برضو شكلها حلو، برضو ديكور لذيذ كده بايديها. هنا برضو زي ما قلت لكم المدخل بتاع البيت بتاعها كان عندها الحيطة اللي هي عليها الفريمات دي، هتبتدي ان هي تغير فيها بانها حطت حواليهم فريم كبير كده من الخشب، بدأت ان هي تحطه على الحيطة وتعمله باللون الجراي. وكمان هنا المرجحة دي اللي احنا كنا شفناها في البلكونة غيرت مكانها وجابتها هنا في الكورنر ده كده، عملت برضو جو لطيف تاني مختلف. بص برضو كمان من الحاجات اللطيفة اللي هي بتعملها قوي، يعني بعد ما تخلص بقى المطبخ بتاعها وخلاص كله تمام، تبتدي ان هي تحط مية كده في الحوض مع الورد والشموع، عاملة لنفسها جو رومانسي كده زي ما كانت قاعدة بره في الورد ومزاجها رايق. كمان هنا كمان في مطبخها عاملة برضو حاجة لطيفة كده حلوة، تعمل بقى كوباية العصير بتاعتها وتروق على مزاجها كده وتبقى الدنيا تمام. بجد عندها كل حاجة تحس ان هي مبهجة، وتحس ان انت يعني كل حاجة بتعملها بنفسك كده، فده طبعا بيديكي طاقة ايجابية ان انت تقومي تعملي برضو وتتنشطي، وكل حاجة لذيذة وحلوة في الدنيا، فتقدري ان انت تعملي كل حاجة بجد مبهجة جدا. كمان هنا برضو بقى زي ما انتوا شفتوا عشقها للقهوة، وشفنا مشروبات القهوة في كل كورنر عندها في البيت، بدأت هنا ان هي تجيب بقى مكنة القهوة عشان تسهل كده على نفسها الدنيا، بدأت ان هي تفك كل بقى الورق والاكياس اللي عليها، وحطت في التانك بتاعها كده المية، وبعدين الاتنين بقى المكان اللي تحت واحد بتحطي فيه البن علشان ينزل عليه بقى المية لو سواء حطت لبن، وبعدين بتبتدي ان هي تفضي في المجات بقى بتاعتها او في الفناجيل بتاعتها، ده كده برضو علشان تسهل بقى مشروبات القهوة زي ما قلتلكوا كده في كل مكان عندها كورنر في البيت تصوره لنا، وتبتدي تحط فيه المشروبات القهوة بتاعتها وتقديماتها. انا هسيبكم بقى تكملوا بقية الفيديو تشوفوا تقديماتها كمان في البيت في الاكلات كمان، وتنسيقاتها كمان في المطبخ بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، وترتيبها كمان للمفارش اللي هي بتحط عليها الاكل، ترتيبها كمان للاكل والمشروبات بتاعتها. بجد هتلاقوا ان كل حاجه عندها رايقه جدا وعاملاها بمزاج وعاملاها بحب، فبتوصل لنا احنا كمان كده، بتفتح نفسنا احنا كمان ان احنا نعمل احنا كمان حاجات زي دي. كل دي حاجات سهله، يعني جيبي اطباق وجيبي حاجات ملونه وفتحي كل حاجه عندك، حطي ديكورات الوان فواتح علشان كل حاجه تبقى عندك كده منوره وتبقى حلوه. حطي تقديم الاكل حطيه بشكل لطيف وحلو، مش لازم نحط اي اكل وخلاص. طبعا زمان بنقول دايما ان العين بتاكل قبل ما بناكل احنا ببقنا، بناكل بعينينا وبنشوف المنظر حلو فبيفتح نفسنا عن الاكل، وبنحس ان احنا شبعنا بس مجرد ان المنظر حلو كده. فبجد يعني حاولوا ان انتوا تعملوا حاجات بسيطة من دي هتفرق معاكم كتير. يا رب كده يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم، وتكون السيدة التركية اللي معانا النهاردة تكون اديتكم ولو جزء كده من البهجة.
خليتكم يبقى عندكم باور ان انتوا تبدأوا يوم جديد ان شاء الله، وتبدأوا حياة جديدة بتغييرات كده بسيطة عندكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، ولو طبعا لسه ما عملتوش اشتراك في القناة يا ريت تنضموا لعائلتنا عالم كوكيز علشان تكبر بيكو، وطبعا لايك للفيديو وكومنت علشان تحفزوني ان انا انزل دايما. اشوفكم كل يوم فيديو الساعة 8 ان شاء الله، واشوفكم بكرة على فيديو جديد، وسلام.